هناك تحولات عميقة وخطيرة ومقلقة ومخيفة. أنا عشت في فرنسا لما كنت طالب وتقديت فيها تقريبا 10 سنين. كانت آنذاك بعد التمظهرات والتجليات العنصرية كان هناك وجود على أي حال في حدود ديال اليمين المتطرف. كانت هناك خطابات قليلة جدا معادية للإسلام وللعرب، ولكن قليلة محتشمة، ولكن السواد الأعظم ديال المجتمع الفرنسي آنذاك كان لا يمكن أبدا أن يقارب هذه المواضيع بشكل سلبي، أو أن يتبنى العنصرية، أو أن يتبنى العنف ضد المهاجرين وبالأحرى ضد القصيرين، أو أن يقول ما يقال اليوم وما يفعل اليوم. هذه عملية ديال القتل مباشر. لما كنجيو في هذا الشيء هذا من بعد ردود الفعل التي رأيناها التي لا تذهب إلى البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الشيء اللي كيحدث وهو يتكرر وربما غيتزاد وربما سيؤدي إلى مجموعة من الاحتجاجات قد تكون عنف من هذا الشيء اللي شاهدنا، مما لا يبرر اللجوء إلى العنف. وشخصيا أريد أن أؤكد بأنني لست من الذين يعتبرون بأنما الجواب على هذا النوع من العنف بعنف أفضع مع إحراق المتاجر والشوارع العامة والممتلكات العمومية إلى غير ذلك أنه لا يفيد في شيء، خاصة عندما يتوجه إلى تلك المؤسسات والبنيات التي تعود بداية إلى هذا النوع من الناس اللي هم محرومين وكذا. ولكن عندما ترى هذا الشيء اللي قلتي بأنه يتجمع هذا المبلغ المالي، هذا أمر لم يكن أبدا ممكنا في تلك الفترة اللي تكلمت لك عليها، وهذا دليل على باش أولا غير باش يديروا المبادرة ديال يشكلوا صندوق كانيوت كما كيقولوا باش يديروا فيها هذه المسألة، ما كانوش يشهروا بها حتى إلا داروها ما يقولوهاش، يديروها غير بيناتهم، وكانت غتجمع شي حاجة قليلة. وحتى أصحاب المبادرة قالوا بأنهم كانوا كيطمحوا إلى أنهم يجمعوا واحد 50,000 أورو، لما كيجمعوا أزيد من 1.5 مليون ديال الأورو هذا أمر مخيف جدا ودليل على أنهم هما براسهم اضطروا يوقفوا لأنه الله فين كانوا غيوصلوا. فهذا تحول اللي هو تحول خطير، ماشي فقط على هذيك المجتمعات، ماشي فقط على هذه الشعوب، بل وكما نبهنا إلى ذلك في البلاغ ديال المكتب السياسي، خطير بالنسبة لمستقبل العلاقات الدولية وعلاقة الغرب بباقي الحضارات وباقي الفضاءات في العالم بما فيها نحن، وينبئ حقيقة بتطورات اللي غتكون منغلقة أكثر. زيد على هذا الشيء المسألة الباخرة اللي جبدنا، كتصور أنه هذه كذلك مسألة ما يمكنش كان يقبلها العقل الإنساني الأوروبي وبالأحرى الفرنسي في وقت سابق، أنهم يتركوا هكذا باخرة فيها مئات ديال الناس وديال المهاجرين ويخليهم يموتوا في عرض البحر على مسافة قريبة من الشواطئ الأوروبية. وهذه التحولات كلها حقيقة يتعين أن ننتبه إليها وأن تكون لنا مواقف وأن نسائل هذه المجتمعات وأن نقول لهم أين الدروس ديالكم؟ فينا هي حريات وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان والمعتقدات اللي كتنطلقوا منها والتسامح وغير ذلك؟ شوفوا راسكم شنو كديروا الآن، ما فيها بس أنكم تنتبهوا إلى ذلك.